رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية بعد تحسن الطقس وهدوء الأمواج، وده يعني الخبر جاي من إسكندرية إن هم يعني ابتدوا يحطوا الرايات الخضراء ويقولوا للناس الطقس بقى حلو، في تحسن ملحوظ في حركة الأمواج والطقس لطيف. لكن على حد علمي إن بداية من يمكن من بكرة أو بعده هيبتدي الدنيا تشد تاني، تشد ناحية حرارة شديدة وعواصف مش هتبقى زي الأسبوع اللي فات لكن هتبقى أقل، لكن قصدي يعني إن ممكن يبقى الموضوع بشكل مختلف. ولكن هما في اسكندرية بيقولوا لنا كمان إيه، بيقول البحث في قسم الشواطئ أو اسم الشاطئ المطلوب الحجز بيقولوا لنا إن أنت ممكن تحجز الشاطئ إلكترونيا وأنت في اسكندرية، يعني في وتحجز كرسي على البحر للموسم، وكمان الدخول بتدخل على الموقع وبتسجل اسمك ورقم تليفونك ورقم الهاتف ورقم كل حاجة وتحديد عدد الأفراد اللي معاك واختيار الحجز ما عدا أيام الأعياد وأيام الجمعة. فدي أنا بشوفها عشان نقعد على البحر. انت فاكرة قاعدة على البحر دي وخلاص؟ عشان نقعد على البحر اتصل أحجز كرسي وأقول معايا كام. أيوة انت فاكرة زي زمان تاخد الشمسية وتروح تقعد. أنا رايحة في فندق، أنا رايحة أقعد على البحر. ماشي، عشان الدنيا ما تبقاش خلطبيطة. صح ماشي ماشي. وبيقول لك ممنوع حلات المحشى والحاجات دي. ماشي ماشي. اتفضل. ولا الكفته والبانيه بتاع زمان لما بنطلع معانا كله؟ لا ما فيش كفته وبانيه في الغلا ده. طيب ماشي.